أنا دكتور آمال رزق، أستاذ تحاليل طبية في قسم طب الحالات الحرجة القصر العيني. الحقيقة كنت من ضمن الحاجات المهمة جدا إن احنا لازم نعملها هو توعية الجمهور، لأن كتير من الأمراض بتنشأ بسبب حاجات بسيطة ممكن ما نعملهاش، وبالتالي نقلل من هذه الأمراض، زي مثلا التدخين. التدخين ده ضار جدا، ودلوقتي بقى فيه حاليا توعية جامدة جدا ضد التدخين، لأن أسباب اللي بيؤدي ليها التدخين عالية جدا، زي أمراض القلب وسرطانات وكل شيء. الحاجة الثانية هي ضغط الدم المرتفع، اللي فعلا برضو نتيجة طريقة الأكل الملح الكتير، عدم وجود ستايل لايف كويس، يعني إن الواحد يأكل حاجات أكل هلسي وما يكونش فيه عوامل كتيرة نسبة فات عالية، وإنه كمان يروح يعمل إكسرسايز. مش لازم يروح الجيم، ممكن يمشي بس نص ساعة في اليوم، هتقلل كتير جدا وهتخلي الأمور تبقى أحسن. الحاجة المهمة كمان جدا إنه ناخد بالنا جدا من طريقة الأكل، ولازم يبقى فيه نوم لفترة على الأقل 8 ساعات لكل فرد، ونقلل الضغوط اللي احنا بنتعرض لها. كل دي حاجات يعني تكميلية تؤدي إلى إن احنا انخفاض الأمراض، وفعلا ده اللي بيحصل. عشان كده العالم كله دلوقتي اتجه إنه احنا مش عايزين نعالج المرض، احنا عايزين نشوف الحاجات اللي تؤدي إلى المرض ونمنعها، وهو ده بدل ما نعالج احنا نقلل من حدوث المرض. وأشكركم، وأكيد لو تابعتوا حاجات بسيطة جدا من هذه الريسك فاكتورز اللي بتؤدي الأمراض، أكيد هيبقى النتيجة أحسن بكتير جدا من الحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي. شكرا.